السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير، نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. مرحبا بكم اليوم في فيديو جديد. يعني اليوم غنشارك معكم حلوى بثلاث مكونات فقط، حلوى اقتصاديه وكتجي لذيذه اكثر من اللي كتخيلوا. كتجي فيها نكهه الشوكولات اللي كتجي غالبه وكتجي فنه، يعني جربوها وردوا عليا. بالنسبه لاول مره غادي تجرب هذه الحلوى هذه، فغنصحك اختي باش ديري الزبده مع الفلون، يعني الفلون خديتو فلون بالسكر، في حالة ما استعملتي فلون لاخر فضروري غتزيدي القياس ديالك، يعني كاس لاروب ديال السكر، ما تكثريش بزاف. صافي، هنا كتاخدي الزبده كتمعكيها مزيان مزيان مع هذاك الكاكاو، يعني مع هذاك الفلون، ومن بعد كبدي تضيفي الدقيق شويه بشويه حتى كتحصلي على القوام المطلوب. انا بالنسبه لي انا فعجنتها هذه لانني سبق لي وحضرتها يعني وعجباتني، فقلت غادي نعاودها. من بعد ضفت لها خماره ساشي ديال الفاني وزدت ساشي ديال الكاكاو، هذه باش نعزز هذاك الذوق ديال الكاكاو، ممكن تستغناو عليها. صافي، من بعد كنحصلوا على واحد العجينه اللي كتكون رطبه كيف ما كتشوفوا معي في الفيديو. من بعد غنبدا نكون بها هكا كرات يعني صغيورين. انا درت الحبات صغار، البنات كيبانوا لكم شويه كبار في الفيديو ولكن حقا درتهم صغار، هذاك الشيء علاش عطاتني انا جوج طلاطات. يعني بالنسبه للكميه اللي غتعطيكم على حسب نتي اختي قداش درتي هذيك الحبات ديالك، وعلى حسب الدقيق ديالك واش كيشرب ولا لا، يعني شحال دخلات لك ديال الدقيق. بالنسبه للدقيق ما يمكنش ليا نعطيك بالتدقيق شحال، ولكن يعني عينك ميزانك فاش تكوني كتعجني فيها خصها تكون رطبه. صافي، هنا كيف ما كتشوفي معايا بديت كنوجد في الحلوى وكندير ليها بيض البيض في الوجه كيف ما كتشوفي، ومن بعد كنغطسها في الكاوكاو. هذا غير الكاوكاو مهرمش، يعني حلوى اقتصاديه ولذيذه وكتجي زوينه وسهله حتى في التحضير. صافي، غنبقى غدا بنفس الطريقه حتى نكمل الكميه كامله اللي عندي ديال الحبات، وغادي ندخلوها للفرن اللي كيكون مشعول من الاسفل حتى كنحس بها طابت، عاد كنشعل عليها من الفوق. راه ما كتنفخش بزاف البنات، يعني واخا تقاربوا الحبات ماشي مشكل. من بعد هنا غادي ندوزو نحضروا الشكل الثاني. بالنسبه للشكل الثاني فانا غنحضروا بهذا الطابع، هذا الطابع صدق ليا زوين، خديته بخمسة دراهم. اللي بغاتني الاولى منين كناخذ هاد الطويبعات هادو فمرحبا، نتشارك معك اختي منين كناخذو، مرحبا والف مرحبا. صافي، كيف ما كتشوفوا معايا بديت كنشكل هكا في هاد الحليوات هادو. بالنسبه لهاد هاد الطابع عنده جوج ديال الوجوه وزوينين الصراحه، عجبوني ومني خديته جربته عجبني، يعني غنرجع ناخذ واحد اخر، ولو بغيتو نوريكم المحل مرحبا على الراس والعين. صافي، غنبقى غدا عاوتاني بنفس الطريقه حتى نكمل الكميه كامله اللي عندي ديال الحلوى، وغنتسنى بما طابت ديال لاطا الاولى غادي نخرجها وغندخل هذه. صافي، فاش غنبغي ندخل حتى هي نفس الطريقه، ولكن قبل ما ندخلوها الفران غادي ندير لها النوكه. النوكه حتى هي اللي كتجي راقيه في الشكل ولا في المذاق، كتجي واحد التعليكه فيها خطيره البنات. المهم، هنا بقى لي واحد شويه ديال العجينه كيف ما كتشوفوا. بغيت نوريكم الشكل الثاني اللي كيكون في هذاك الطابع هكا، الا بغيتوا تصاوبوا حلوه ديال الشميشه ولكن كتكون بيضة وكتكون رقيقه. المهم، كدير تقريبا نفس القضيه، يعني نفس النوكا. بالنسبه للنوكا البنات كنديروا 40 غرام ديال الزبده، بالنسبه 40 غرام يعني معلقه كبيره، المعلقه فيها 30 غرام، ولكن ملي كتجي مقوبه يعني كتجي عامره بزاف يعني 40 غرام. ومعلقه كبيره مملوءه من الجليكوز، وكنضيف معاهم قبيسه ديال الملحه. كنحرك هاد جوج ديال المكونات، يعني قلت لكم الزبده والسكر والجليكوز، معلقه كبيره من كل حاجه. من بعد غادي نضيف معاهم ساشي ديال الفاني باش نسم هاد النوكا ديالي، وكتبقى دائما اقتصاديه بالكاوكاو. واللي بغى يعزز المذاق ديال اللوز وتجيه بنينه فديروا فيها اللوز. انا بالنسبه لي هاد الحلوه اقتصاديه ما فيهاش مكونات كثار، فبغيت نخليها في الاقتصاد. وما نكذبش عليكم، حتى الكاوكاو عطاها واحد اللوغو زوين. صافي البنات، دابا غادي نضيف واحد ساشي ديال الفاني مع التحراك المستمر، ومن بعد غادي نضيف عليهم يعني الكاوكاو إيفيلي. ولكن قبل ما نضيفوا الكاوكاو خاصها تطلع لينا هاد الكشكوشه هذه اللي كتشوفوا معايا في الكاسرونه، يعني حتى كتطلع الكشكوشه عاد كنضيفوا عليهم الكاوكاو. صافي، ضفت هذاك الكاوكاو إيفيلي مع التحراك المستمر حتى كتعاود تجمع لي هاد التعليكه هذه اولا هاد النوكه هذه، ومن بعد غنخليوها تبرد غير واحد شويه باش ما تحرقناش في الصبيعات ديالنا ملي نكونوا كنديروها فوق الحلوه. صافي، وغنديروها على الحلوه ديالنا. صافي، من بعد غادي تجمع لكم على هذه الطريقه هذه، وغادي نبداو نحطوها فوق الحلوه قبل ما ندخلوها الفران
بالنسبه للحلوه في الطريقه ديال الطهي ديالها باش ما تسيحش لكم هاد النوكه، فمن الافضل تشعلوا عليها من الفوق ومن التحت، يعني كتشعلوا عليها في مره من الفوق والتحت. ملي كتبان لكم هذيك النوكه باللي صافي دات كتحمر يعني غتشد بلاصتها، صافي كتطفيو من الفوق وكتخليوها تطيب على خاطرها حتى كتطيب، كتجي مقرمشه ومعلكه في نفس الوقت. صافي غنبقى بحال هكا، غنبقى غدا بنفس الطريقه. حاولوا ما تعمروش بزاف بحالي انا هاد النوكه، لان الا عمرتوها بزاف تقدر تسيح لكم، يعني ديروا غير القياس صافي حتى تكملوا كلشي وتدخلوا لاطا ديالكم للفران. صافي كيجي الشكل ديالها على هذا الشكل هذا، كيجي زوين وراقي واقتصادي. الاهم من هذا الشيء كامل انه اقتصادي وسهل. المهم نخليو الحلوه ديالنا كطيب ونرجع نهضر معكم. كنتمنى من اللي اول مره غتشوف القناه ديالي كنقول لك اختي مرحبا والف مرحبا. ما تنسيش اختي تشتركي عندي في القناه هكا باش تعم الفائده وتوصلي بكل جديد. ومهم ما نكذبش عليكم، تقلقت بزاف في الفيديو الاخير اللي حطيت، فيديو زوين وكيستاهل انه يتشاف وكيستاهل انه يطلع في المشاهده، ولكن للاسف ما كانش مشاهده بتاتا. حتى هذا الفيديو صراحه غادي نحطه وما عارفاش المصير ديالو، يعني واش غتكون فيه مشاهده ولا ما غتكونش، ولكن كل شيء على الله. نتمنى انكم تفاعلوا معايا في الفيديو اللي غادي نحط وتكثروا من اللايكات باش هكا يطلع الفيديو على الاقل واحد شويه ديال المكافاه على هاد التصوير وعلى هاد الشيء كامل والافكار اللي كنتشاركهم معكم. المهم هنا كيف ما كتشوفوا معايا بديت كنصاوب في الكراميل. هاد الكراميل البنات شي حاجه اللي واو، شي حاجه اللي طوب، عمركم ما غادي نستغناو عليه. غديري كاس كبير ديال السكر، غديري حتى يذوب على بوطه اللي غتكون مهيله باش ما يتحرقش، ومن بعد غضيفي ليه كاس ديال الكريمه. هذا كنقول لكم المقادير المضبوطه والمقادير الاصليه ديال الكراميل، يعني عندكم بديل تقدروا ديروا كاس الحليب اولا الماء اولا، المهم بزاف ديال الاختيارات، ولكن انا هنا عطيتكم الاصلي. صافي من بعد ما كنضيفوا عليه كاس ديال القشطه الطريه كنحركو مزيان حتى كيرجع يذوب لنا السكر، ومن بعد كنضيفوا معلقه كبيره ديال الزبده باش كتعزز لينا المذاق ديال الكراميل. صافي باش كيجيكم الكراميل، يعني السر الاصلي اللي كيجيكم به الكراميل هكا في هذا اللون هذا وبهذا القوام هو انك اختي طحنيه. انا مني ساليته وصوبته كيكون واحد اللون شويه مغلوق وجاري، فكديري في الهشوار ولا الطحانه ولا اي طحانه عندك في الدار وكطحنيه مزيان مزيان حتى كيبرد، بحال كنطحنوا في مايونيز، بحال كنطحنوا شي صوص من لي صوص، وكيعقد وكيجي على هذا الشكل هذا، كيجي زوين في التزيين ديال الحلويات. مازال ان شاء الله غنتشارك معكم به واحد الحلوه ديال سنيكرز اللي كتجي خطيره، شي حاجه اللي واو، شي حاجه اللي ما غطيحش لكم على البال. المذاق ديالها خيالي حتى هي، اقتصاديه بطبيعه الحال، ديما حنا غنبقاو في الاقتصاد. مهم هادو حلوات ديال الناس دراوش، يعني حلوات اقتصاديه وسهلين في نفس الوقت. صافي هنا بديت كنحط في هذوك الحفيرات هادو عمرتهم بالكراميل، ممكن تعمريهم بالكونفيتير ولا العسل ولا المهم شوفي انت ولا الشوكولات. انا هنا عمرتهم بالكراميل، جا زوين بزاف وجات المذاق ديالو بنين بنين ومعلق، والكراميل كيتواتى يعني مع الشوكولات. صافي غنبقى غدا بنفس الطريقه حتى نكمل الكميه كامله اللي عندي، ومن بعد غنزينها بخطوط من الشوكولات الابيض وغادي ندوزو نشوفو الشكل الثاني. مهم حاولي ديري بنفس الطريقه باش زينت انا بالشوكولات، فكنديرو في هاد البره هادي كيجيني ساهل، كيجي الشكل ديالها على هاد الطريقه. مهم بالنسبه للاخرى فهي حتى هي كتجي زوينه، ممكن تخليوها غير بحال هكا ما ديروا لها حتى شي اضافه، ولكن انا هنا غنضيف لها الشوكولات. صراحه درته وندمت لان كانت الشكل ديالها هكا احسن من انني نضيف لها شي زيادات اخرى، زدتها شويه ديال الشوكولات والكراميل. المهم تقولوا لي الراي ديالكم ما احسن، واش قبل ولا بعد، يعني واش سامبل ما فيها حتى حاجه ولا هكا بالاضافات ديال الكراميل والشوكولات. نتمنى يكون عجبكم الفيديو ديال اليوم، وما تنساوش تبارطاجيو مع الاصدقاء والاحباب هكا باش تعم الفائده. بسلام عليكم، تلقاو ان شاء الله في فيديو جديد، وعيد مبارك سعيد، والله يدخلوا لكم بصحه وسلامه وبطولة العمر وباش ما كتمناو. المهم قولوا لي واش رزح حوايج العيد ولا مازال، خليوا لي هذا الشيء في التعليق. بسلام عليكم، ما تخيتش بكم، تلقاو ان شاء الله في فيديو جديد. باي باي.